لو انت من الناس اللي زي حالاتي كده شايل التليفون الارضي علشان تستخدم الانترنت وانت شايف ان حاليا ما بقاش ليه اي استخدامات مفيده، فهقول لك انت غلط يا ابو المكتشفين، زي انا برضو غلطان ان التليفونات الارضي في طريقها انها تبقى تليفونات سمارت. انا يوسف نصر في حلقه جديده من سلسله اكتشف دقيقتين اللي بنستعرض فيها اخر اخبار التكنولوجيا والجيمنج، فمن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. السلام عليكم، اهلا بكم يا مكتشفين في حلقه جديده على قناه اكتشف العالم. هنستعرض فيها اخر الاخبار، والخبر بتاع النهارده هو غريب حبتين، وهو ان احنا بدانا نشوف تليفونات ارضيه بشاشات سمارت فول اتش دي وحاجات زي الفل يا معلم، فيها واي فاي، فيها بلوتوث، في كاميرا. تخيل انت تليفون ارضي فيه كاميرا. وعلشان كده لما كنا بنحفل على اصحابنا اللي معاهم تليفونات وحشه ونقول لهم ايه ده يا صاحبي انت متصور بكاميرا تليفون ارضي ولا ايه، دي هتبقى حقيقه يا ابو الصحاب، وممكن تلاقي صاحبك متصور بكاميرا تليفون ارضي تكون احسن من الكاميرا بتاعتك اساسا. عايز اسمع رايكم في التعليقات تحت، هل اختراع زي ده ممكن يفيدنا ولا لا؟ وهل انت شايف ان هو كده بيدمر فكرة التليفون الارضي، انه يبقى تليفون شغال بدون كهرباء، شغال بالسنترال السلك بتاع السنترال اللي طالع لك ده، ولا انت شايف ان دي حاجة بيس يا عم عادي لو طلعت انا ممكن اشتري في بيتي مثلا تليفون ارضي يكون سمارت؟ وهل اساسا في داعي ان التليفونات الارضية تبقى سمارت ولا ايه الدنيا؟ عايز اسمع رأيك في التعليقات لغاية ما نشوف الفكرة دي بيطبقها شركات مشهورة، ونشوف اسعارها ونشوف تاريخ اصدارها في السوق وكده. اشوفك ان شاء الله في الحلقة اللي جاية من سلسلة اكتشف في دقيقتين. كان معاكم يوسف نصر، متنساش بقى اللايك والسبسكرايب والحبشتة قناة الحلوة دي، بتفرحني جدا على فكرة. اشوفك بخير، في امان الله.